أبدا العرب ما تكلموا بكلمة استوى بمعنى إيش؟ استولى، هذا ما ورد في كلام العرب أبدا. وإذا تعدى بحرف الجرحلة بمعنى ارتفع على الشيء، وهذا في حق الخالق والمخلوق. قال جل في حق الخالق الرحمن على العرش استوى، يعني على عليه. وقال في حق المخلوق لتستوعى ظهوري ثم تذكر نعمة ربكم إذا استويتم عليه. فعلى الدابة، على الدابة، استوى على الدابة يعني على عليها، على الدابة، استوى على الدابة يعني على عليها، ارتفع على الشيء. ورد الاستواء على العرش في كتاب الله في سبعة مواضع، في سبعة مواضع، واضح؟ لن يذكر الله في مرة واحدة من السبعة أنه استولى، لم يقل استوى، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم قط أنه قال استوى بمعنى استولى، ولا واحد من الصحابة من فسر القرآن ولا من التابعين من قال من إيش استوى بمعنى استولى، أبدا ما ورد في اللغة ولا عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة وعن التابعين، أبدا ما ورد في اللغة ولا عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة وعن التابعين، حتى أتى من المتأخرين فقال استوى استولى، هذا تأويل فاسد، لا يدل عليه اللغة ولا السياق ولا اللغة على خلافه. تفسير علماء الأمة على خلاف. هل يجوز أن نفسر الاستواء بالاستيلاء كما قاله أهل التعطيل وقالوا إن الله استوى على العرش يعني استولى عليه وليس معناه على عليه؟ لماذا؟ قالوا لأننا لو قلنا إن استوى على العرش أي استوى على عليه لزم أن يكون الله محدودا والحد ممتنع والجسمية على زعمهم ممتنعة، فلهذا نقول استوى يتعين أن تكون بمعنى استولى، بمعنى استولى. طيب، نقول هذا التأويل بل هذا التحريف خطأ من عدة وجوه. الوجه الأول أنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف. ما هو ظاهر اللفظ؟ استوى على العرش، ما في استولى. السلف أيضا مجمعون على أن استوى بمعنى على، مجمعون على أن استوى بمعنى على العرش واستقر. وقد ذكر ابن القيم في النونية أنه ورد عن السلف في ذلك أربعة معاني، على واستقر وارتفع وصعد. طيب، الوجه الثاني أننا إذا قلنا استوى بمعنى استولى لازم أن يكون العرش قبل استواء الله عليه ملكا لغيره، صح ولا لا؟ خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، إذن قبل ذلك لمن؟ لغير الله. وهذا لا شك أنه معنى باطل لا يمكن أن يقول به قائل. من أين لكم في اللغة العربية أن استوى تأتي بمعنى استولى؟ أين هذا في اللغة العربية؟ والقرآن نزل في لسان عربي مبين، وهاتوا موضعا واحدا من السبعة المواضع ذكر الله فيه أنه استولى على العرش. سبعة مواضع كلها جاءت على وتيرة واحدة، استوى على العرش. فقالوا عندنا دليل، وهو قول القائل قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم نهراء. فالجواب على ذلك أولا أن هذا البيت قائله مجهول، ما يدرى من قاله، ولا يمكن أن يستدل على شيء من العقيدة المتعلقة بالله عز وجل ببيت شعر مجهول قائله، فالاحتجاج به مردود. لو ثبت أن قائله من العرب العرباء الذين لم تغيرهم اللكنة ولا العجمة، فإن المانع من جعل الاستواء هنا بمعنى العلو قرينة ظاهرة، وهو أن بشرا لم يكن يرتفع على العراق حتى يكون العراق تحت كرسي، حين تمنع من إرادته إيش؟ وهو أن بشرا لم يكن يرتفع على العراق حتى يكون العراق تحت كرسي، فيكون لدينا قرينة تمنع من إرادة إيش؟ العلو، تمنع من إرادة العلو، ولم توجد هذه القرينة في قوله تعالى ثم استوى على العرش. ثم نقول ثالثا حول هذا البيت، يمكن أن نجعل استوى بمعنى استوى بمعنى على في هذا البيت، قد استوى بشرا على العراق، نقول نعم قد على العراق، لكنه علو معنوي، كقوله تعالى فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون. هل معنى وأنتم الأعلون إن فوق المشركين على رؤوسهم؟ لا، لكن هذا علو معنوي، فيكون استوى بشرا على العراق يعني على عليه، لكن علوا علوا معنويا. تفسير استوى باستولى تفسير باطل، بل استوى بمعنى على وارتفع سبحانه وتعالى على العرش، هذا تفسير أهل العلم والسلف الصالح، على وارتفع على العرش. أما استولى، الله مستولى على العرش وعلى غيره، كله ملك الله. وش ميزة العرش إنه استولى على العرش؟ استولى على العرش وعلى السماء وعلى الأرض وعلى المخلوقات كلها، الله مستولى عليها. هذا ضلال التفسير، هذا تفسير باطل. ألفين دليل تدل على علو الباري جل وعلا، وحينئذ يقال هل من أنكر ألف دليل هذا يقول عنده شبهة؟ هل هذا عنده شبهة؟ أين شبهة؟ ولذلك هو رحمه تعالى يعذب من أنكر علو الباري جل وعلا علو الذاتي ولا يكفره، يميز بين غلاة الجهمية والجهمية وبين غلاة الرافضة والرافضة إلى آخره، هذا تمييز لا أصل له، كل من أنكر علو فهو كافر، تدل عن الإسلام.
قال رحمه الله تعالى، ولذلك قال إمام الأئمة محمد كلام القيم رحمه الله تعالى، وهذا الموضع موضع جيد سرد فيه الأدلة على جهة الاختصار. قال إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة ومن أئمة السلف: من لم يقر بأن الله على عرشه استوى فوق سبع سماواته بائن من خلقه فهو كافر. كافر يعني ماذا؟ ذات متصل بصفة الكفر أو أنه الوصف فقط؟ عرفنا كافر مثل سميع وبصير، قلنا يدل على شيئين، على ذات وصفة. نزل القاعدة هي بعينها كلام الأئمة: كافر بمعنى أنه كفر، ارتد عن الإسلام. إذا هذا يدل على ما على ماذا؟ على أن من أنكر الاستواء وفسره أنكره مطلقا أو حرفه بالاستيلاء هذا يعتبر كافر مرتدا عن الإسلام. فسره أنكره مطلقا أو حرفه بالاستيلاء هذا يعتبر كافر مرتدا عن الإسلام. التي نريد أن نتحدث عنها وهي مسألة أن الأشاعرة الذي ينتسب إليهم سعيد فودة أنهم أثبتوا لله عز وجل معنى فاسد في تفسيرهم الاستواء، في تفسيرهم الاستواء، واستدلوا ببيت أحد النصارى وهو الأخطل النصراني: قد استوى بشر أو قد استوى عمر، كما ذكر الجرداني في المواقف جزء الثالث صفحة 140: قد استوى عمر على العراق، قد استوى عمر على العراق. ولا شك ولا ريب أن هذا معنى باطل، فيلزم منه أنه سبحانه وتعالى له مضاد. مع أن ذلك، مع أن الإمام الأشعري رحمه الله في كتابه مقالات الإسلاميين ذكر تفسير الاستواء بمعنى الاستيلاء من أقوال المعتزلة، من أقوال المعتزلة، من أقوال المعتزلة. ومعلوم أن الإمام الأشعري رد يعني أقوال المعتزلة وتراجع مذهب المعتزلة. هذا معنى باطل. انظر إيش يقول ابن حجر رحمه الله في الفتح، أو ما نقل يعني ابن حجر رحمه الله في الفتح الجزء 13 صفحة 406 عن ابن الأعرابي. ابن الأعرابي معلوم أحد علماء اللغة محمد بن زياد اللغوي. قال له رجل: الرحمن على العرش استوى، فقال: هو على العرش كما أخبر. فقال: يا أبا عبد الله، إنما معناه استولى. فقال: اسقط، لا يقال استولى على شيء إلا أن يكون له مضاد. كذلك ذكر من محمد. المسألة الثالثة التي نريد أن نتحدث عنها أن شيخ الإسلام رد المعنى الباطل الذي ربما يفهم، الذي ربما يفهم من معنى الاستقرار وحتى من معنى الاستواء. ربما يفهم يعني بعض المخالفين أن أنا ربما يكون أحد المعارضين أنا أفهم من معنى الاستقرار ومعنى الاستواء أن هناك شيء يحويه، أو أن الله سبحانه وتعالى محتاج إلى هذا الشيء الذي استوى عليه أو استقر عليه، أو أنه سبحانه وتعالى مخالط أو ممازج أو محايد. هذا معنى باطل كما قلنا، رده شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في نصوص كثيرة. والأشعري يقول تفسير استوى بحقيقة استولى من البهتان. والذين صححوا الكتاب يعني الذين اعترفوا بصحة نسبة هذا الكتاب إلى أبي الحسن الأشعري حاولوا تأويل ما قاله الإمام كما حاولوا تأويل وتحريف نصوص القرآن الكريم التي حرفوها، كقولهم أن الرحمن على العرش استوى بمعنى استولى فحرفوا النص، كقولهم أن معنى يد الله أنها نعمة الله، فكذلك فعلوا يعني لم يعجزوا عن القرآن الكريم، وكذلك لم يعجزوا عن فعل ذلك مع أبي الحسن. فالأشعرة جعلوا إيه؟ جعلوا اللفظ لله والمعنى لهم، يعني الرحمن على العرش استوى، ماشي كده؟ استوى يا رب، قول استوى براحتك أنت، إنما احنا نقول استوى. بل يده مبسوطتان، انت قول براحتك يدان، انا معنى نقول قدرة. طيب، اذا اعترف وليد ابي الصلاح رافض الصلاح ان الاستيلاء هو المعنى الصحيح، يا ويلك من الاشاعرة قبلي، انا مش هحاسبك على هذا الكلام، هخلي الاشاعرة هم يحاسبوك على هذا الكلام، وليتبين للناس أنك ثور هائج لا تتنبه لعواقب الأمور. رويت لأبي غدة روايتين عن مجاهد وأبي العالية في تفسير الاستواء بأنه الارتفاع والاعتلاء كما قال الطبري تماما، الطبري سلفي. بل أنت صاحب المعتقد الأبتر، لماذا تدافع عن الاستيلاء وتحيد عن تفسير تلاميذ ابن عباس بأن الله استوى أي علا وارتفع؟ عنا أبو الحسن الأشعري قال ليس الاستواء استيلاء. كيف تقول؟ من الذي يبتر الآن؟ لماذا تبتر قول شيخك؟ لماذا وتدافع عن الاستيلاء يا معتزلي؟ شيخك قال وليس الاستواء استيلاء، هذه واحدة. ثانيا، أبو منصور البغدادي بيّن أن هذا القول هو قول الأخطل، وهذا الأخطل رجل أديب شاعر، وهو الذي اخترع هذا البيت من الشعر. نعم، استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق. قال الأشعري أبو منصور البغدادي هذا تأويل باطل. لماذا تقول، لماذا وترته يا دمشقية؟
وقد تبنيته أنت، فتكون عقيدتك شيدها لك مين؟ الأخطل النصراني، وقلده مين؟ قلد المعتزلة، وأنت يا ببغاء قلدت المعتزلة والأخطل النصراني. ذلك ابن الأعراب يقول لمن سأله أن استوى بمعنى استولى، قال اسكت، لا يقال استولى على شيء إلا أن يكون له مضاد. وفي رواية أخرى والله لا مضاد له. الله أكبر، يعني ابن الأعرابي لا استساغها في اللغة ولا أجاز أن ينسب إلى الله الاستيلاء، وهذا الأحمق يقول نعم أصل الاستيلاء عند الطبري. يا لك من جاهل، الطبري لم يتطرق إلى أصلها وتفصيل بيان ذلك. قلت ومن عجيب الزمان أن الجهمية يشنعون على أهل السنة أنهم يقولون بحد، ثم إذا سألتهم هل الله سبحانه وتعالى متصل بخلقه أم مباين لخلقه، قالوا بل مباين، وهذا هو معنى الحد. فالحمد لله على نعمة الفهم. إذا أرادوا أن ينكروا الكلمة يقولوا لا نقول كلمة الحد ونقول معناها الذي هو أن الله غير ملامس لخلقه، ما في مشكلة، لا نتعبد الله بهذه الكلمة، ولكن المعنى ثابت. فإن عبرنا عنه بكلمة حد، وإن عبرنا عنه بكلمة أو بجملة غير ملامس لخلقه، أو عبرنا عنه بجملة مباين لخلقه، كلها تعبيرات. حد، مباين، غير ملامس، كلها تعبيرات، كلها ألفاظ لغوية تؤدي إلى معنى واحد. فإذا أردت أن تعبر بكلمة أخرى هذا لا يعني أن تشن على ما يقول بحد. إسحاق بن خزيمة يقول، ابن خزيمة الذي قلنا هو إمام الأئمة في زمانه، يقول من لم يقل بأن الله عز وجل على عرشه قد استوى فوق سبع سماواته فهو كافر بربه. حلال الدم يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه وألقي على بعض المزابل حتى لا يتأذى المسلمون ولا المعاهدون بنتن رائحة جيفته فهو كافر بربه. حلال الدم يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه وألقي على بعض المزابل حتى لا يتأذى المسلمون ولا المعاهدون بنتن رائحة جيفته وكان ماله فيئا لا يرثه أحد من المسلمين. ما الذي تعود ملكيته لبيت مال المسلمين، لأن المسلم لا يرث.